شوفوا يا ناس داير الكادره وعمرها حجر لداخل شكايب تاع الحجر كيما الناس يكسروا ويخرج المراه والطفل القصير وياتي للزنقه وهو يدي شيء. عندي اكثر من 31 سنه وانا ساكن هنا يعني. واللي سكني ساكنه هنا في بيلكو 8 شارع الاخوه مراكش، هاهم لي لا كارديت اونتيتي تاعي، عمري ما عنديش لا ريزيدونس في جهه اخرى. راني طالبه من وزير العدل، من رئيس الحكومه، من طرطاق، من قدي، من قايد صالح، من الهامل، من جميع اللي على الكرسي تاع الحكومه، يقول انا راجل بحل وراني شاد البلاد وشد يعني الحكم بالقانون. إذا كان القانون يضيعني ويرميني من داري ويعطي الحق لهذا السيد كيناكي الناس حسبي الله ونعم الوكيل، وإلا كان القانون ما واساش نحبهم يحلوا لي الباب ندخل لداري ويرجع لي رزقي، يرجع لي ذهبي اللي راح حوايجي شيي، واش دالي دخل الخدامين. انا رحت نشوف لابوكا ما حبيتش نخرج لهم، خاطر هو كي جاني بالكونطا فيها 731 متر نتاع بوجمعي،